هنا القاهرة عاصمة الخبر، موعد نشرة مغربية جديدة نرصد فيها أهم الأحداث والتطورات في بلدان المغرب العربي، والبداية دائما بالعناوين. الرئيس التونسي يوجه بالحفاظ على مؤسسات الدولة ويشدد على تفكيك كل شبكات الفساد. رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري يؤكد سعي بلاده لتكون عامل استقرار في المنطقة. وفي حكايتنا المغاربية نتأمل روعة وسحر مضايق تسليت بالمغرب. نشرة المغاربية جديدة نبدأها من الشهر التونسي. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الواجب المقدس يقتضي من الجميع الحفاظ على مؤسسات الدولة، على أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون، موضحا أن عددا غير قليل تسلل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها، كما أن بعضهم لا يعمل بالحياد المطلوب. جاء ذلك أثناء لقاء سعيد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن لبحث جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل والأوضاع في البلاد، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، وطالب سعيد بأن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في الحياة الكريمة. في سياق آخر، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة فرض القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات. جاء ذلك في لقائه لوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين لمتابعة الوضع الأمني في البلاد، حيث جدد الرئيس التونسي التأكيد على تفكيك كل شبكات الفساد وكل من اعتبر نفسه فوق القانون أو فوق كل محاسبة أو مساءلة. قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن تونس دولة ذات سيادة لها قوانينها ومسؤولة عن سلامة كل من يسكن على أراضيها. واعتبر عمار أن أزمة المهاجرين الأفارقة في تونس مفتعلة، مؤكدا أن اتهام بلاده بالعنصرية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك ما سماه حملة ضد بلاده، وأن هذه الحملة وجدت من يعاونها من أصحاب المصالح في الداخل والخارج على حد وصفه. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين صباح الخير، أهلا بك معنا. نسرين، لو بدأنا في بتصريحات الرئيس قيس سعيد، كيف يمكن قراءتها اليوم بتجديد خطابه وتوجيهاته بضرورة مكافحة الفساد أثناء لقائه مع وزير الداخلية؟ إلى أي مدى وصل الإنجاز في هذا الملف؟ مرحبا رعد. نعم بالفعل، الرئيس قيس سعيد جدد تأكيده على ضرورة محاربة الفساد، والمتابعون للشأن التونسي يدركون جيدا أن الفساد هو أكبر معضلة تواجه البلاد وأكبر مشكلة تواجه البلاد، يعني لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تنجز الحكومة والسلطة بصفة عامة أي مشاريع إذا ما كان الفساد مستشريا في البلاد بحسب المتابعين. ورئيس قيس سعيد بالأمس قال أن يعني ضرورة تطبيق القانون، ضرورة تطبيق القانون على كل من تورط في الفساد وعلى كل من تآمر بشكل أو بآخر على الدولة، وأن هناك أطراف يعني تعمدت الدخول ويعني في وظائف وفي أجهزة الدولة لإضعافها. وفي وقت سابق أيضا أكد الرئيس قيس سعيد أن هناك يعني حتى دستور العام 2014 بحسب الرئيس قيس سعيد فيه يعني من في بنوده وفي محتواه بعض يعني البنود التي بهدف
يعني الهدف المعلن كان إرساء مؤسسات وهيئات دستورية في البلاد، لكن في الحقيقة هذه الهيئات بحسب الرئيس قيس سعيد الهدف الأساسي والمخفي لها هو إضعاف الدولة من الداخل. طيب، يعني إضعاف الدولة من الداخل، والآن الحديث مستمر عن موضوع ملفات الفساد، يعني وهنالك اعتقالات وهنالك تحقيقات بهذا الخصوص، كيف يقرأ المراقب التونسي هذه الملفات، خصوصا وأن الحديث عن محاولة تسييس هذا الملف؟ نعم، المراقب التونسي يرى أن بحملة التوقيفات التي بدأتها تونس منذ فترة وما زالت متواصلة وشملت رجال أعمال، ناشطين سياسيين، نقابيين وأيضا عالميين، يعتبرون أن بهذه الحملة السلطة فعلا الدولة فعلا بدأت في المحاسبة، ويقولون أن هذا وقت المحاسبة، ويقولون أن هؤلاء الذين تم توقيفهم لفترات طويلة تم التستر على الملفات التي تورطوا فيها، مثل من يعني تورط في التستر على إرهابيين، ومن تورط في إخفاء ملفات يعني تهم الاغتيالات التي عرفتها تونس في العام 2013، والبعض الآخر تورط في فساد سياسي وفساد مالي وما إلى ذلك، وأيضا تهريب الشباب أو تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. كل هؤلاء بحسب المتابعين، يعني الذين تم توقيفهم بحسب المتابعين، يقولون أن الآن اتخذت الحكومة والسلطة التونسية يعني خطوة جريئة لم يسبق لأي حكومة قبلها أن اتخذتها فيما يتعلق بالشخصيات الوازنة والبارزة في المشهد السياسي وفي مجال الأعلام في تونس. إذن هي خطوة جريئة بحسب المتابعين، ويعني يقولون أيضا أنه بهذه التوقيفات تدرك وتقول الدولة التونسية علنا أنه لا رجوع إلى الوراء ولا رجوع إلى المنظومة السابقة التي تآمرت على أمن البلاد بشكل أو بآخر. طيب نسرين، الرئيس التونسي أشار إلى تسلل العديد داخل مؤسسات الدولة بهدف تعطيل سير العمل لها، بينما لا يعمل بعضهم بالحياد كما يقول، بالحياد المطلوب. ما هي أبرز أشكال تعطيل سير مؤسسات الدولة التي يعني قرأها الرئيس، ولماذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة في أمرهم بعد حتى الآن؟ بحسب ما يقول المراقب التونسي إن ما يقصده الرئيس هو مثلا جهاز الأمن الموازي الذي يعني تم تأسيسه في وقت حكومة الترويكا، ويعني كان هناك العديد من يعني التصريحات الإعلامية لناشطين سواء محامين أو ناشطين سياسيين في هذا الخصوص، وهو ما يسمى ومعروف إعلاميا بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. يعني هذا الجهاز السري الذي يعني مثلا بحسب هيئة الدفاع عن شهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين تم اغتيالهما في العام 2013، هذا الجهاز السري كان له دور أساسي وهو استهداف المعارضين لحركة النهضة سواء بالتهديد أو بتدبير، وأيضا بترهيبهم وبتوقيفهم يعني شتى أشكال الترهيب لكي يعدلوا عن معارضتهم لحركة النهضة في تلك الفترة. أيضا هناك البعض يقولون أن حركة النهضة طيلت العشر سنوات التي حكمت فيها تونس تعمدت إلى يعني توظيف أنصار لها وجعلهم موجودون في كل الوزارات وكل أجهزة البلاد لتتمكن من ترسيخ جذور لها حتى بعد أن تخرج من الحكم. يمكن لهؤلاء بمجرد إعطاء أوامر من قبل قيادة حركة النهضة يتحركون ويعطلون مسار يعني عمل البلاد بشكل أو بآخر لاستهدافهم طبعا لحسابات سياسية لاستهداف السلطة الحالية والقول إنها عاجزة عن حل الملفات الكبرى. هذا بحسب ما يقول المتابعون والمراقبون للشأن التونسي. الرئيس قيس سعيد أكد أن هؤلاء الآن حان وقت تطبيق القانون عليهم، ويقول أيضا إن يعني القضاء يأخذ مسارا بطيئا جدا في التعامل مع هذا الأمر. نعم، بدعوى أن هناك إجراءات قانونية يجب احترامها، وانتقد الرئيس التونسي في تصريحات عديدة هذا الأمر. نعم نسرين رمضاني مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من تونس، وأفر الشكر لك.
ما زلنا في تونس، حيث تنطلق اليوم فعاليات الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية، ويكتسب المهرجان صبغة عربية بمشاركة كبار فنانين عرب من مصر ولبنان وليبيا وتونس، والذين سيشهدون حفل الافتتاح الذي يكرم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى. ويقام على هامش المهرجان ندوة حول الموسيقى التونسية واقتصاديات السوق. رياضيا، يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية قمة عربية تجمع الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، ويحتل أصحاب الأرض المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 9 نقاط للضيوف في المركز الأول. نتابع. تحت شعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على آماله في العبور إلى الدور التالي، يستضيف الزمالك المصري فريق الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. الفريق الأبيض يتطلع لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات هذا الموسم بعدما تلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة، ليقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة. تشهد قائمة الفريق الأبيض عودة قلب الدفاع محمود حمد الونش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى استعادة المهاجم سامسون أكينولا، بينما تكرر استبعاد الظهير الأيسر محمد عبد الشافي لإصابته في مباراة بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المحلي. كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد شهدت خسارة فريق المدرب جيزوالدو فيريرا بهدفين مقابل لا شيء في رادس بتونس. في المقابل يأمل الترجي بقيادة مدربه نبيل معلول الحفاظ على العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي لحسم بطاقة التأهل قبل جولتين من النهاية، وينتقل الترجي إلى ملعب برج العرب وسط مشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد بن حميدة الذي يغيب عن الموقعة بسبب الإيقاف، إضافة إلى الثلاثي معتز زدام ورائد الفادع وزياد مشموم بسبب الإصابة. تاريخ طويل مثير حافل بالمواجهات المباشرة والقوية بين الفريقين في البطولة القارية، حيث التقيا في 11 مناسبة شهدت أفضلية للفريق التونسي بخمسة انتصارات مقابل 3 للزمالك، بينما حسم التعادل 3 مواجهات. ننتقل إلى الشأن الجزائري، حيث قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنجريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة. واستهل شنجريحة زيارته من القطاع العملياتي جنوب الشرق جانت، وثمن تضحيات وبطولات شهداء الجزائر، كما أشاد شنجريحة بمساعي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرامية لتعزيز دور الجزائر الإقليمي والقاري من خلال سعيها الدائم لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار. رياضيا، أكد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد أن فريقه جاهز لتخطي عقبة ضيفه المريخ السوداني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة أبطال إفريقيا. وأعرب الكوكي عن عدم رضائه على الفرص التي أهدرها الفريق في مبارياته الماضية، مشيرا إلى أن مباراة المريخ مباراة صعبة وتحتاج إلى التركيز. إلى الشأن المغربي، حيث وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بتفعيل برنامج أوراش 2، والذي يهدف إلى توفير 250,000 فرصة عمل في غضون 2 بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج أوراش عام 2022.
ويندرج هذا البرنامج في إطار سياسة الحكومة المغربية في مجال التشغيل، حيث خصصت له الحكومة تمويلا يقدر بمليارين ومئتين وخمسين مليون درهم. أعلنت وزارة الصحة المغربية توقف النشرة اليومية لفيروس كورونا، موضحة أنه سيتم اعتماد نشرة أسبوعية، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في المغرب في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الداخلي، حيث أكد مسؤولون بوزارة الصحة المغربية أن كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا. قال صندوق النقد الدولي إن مديرته العامة كريستيانا جورجيفا تعتزم التوصية بالموافقة على طلب المغرب بالحصول على خط ائتمان مرن على مدى عامين بقيمة 5 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الصندوق أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمراجعة طلب المغرب، وأن جورجيفا ستؤيد الطلب بالنظر إلى أطر السياسة القوية للغاية وسجل الإنجاز في المغرب، متوقعا أن يتخذ المجلس التنفيذي قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة. انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بمشاركة وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة المغربية عواطف حيار، وتركز الدورة على موضوع الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. إلى الشأن الموريتاني، حيث أجرى الرئيس محمد ولد الغزواني مباحثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي. تطرقت المباحثات الودية لعلاقات الأخوة والتعاون الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه يجري تعقب 4 إرهابيين فروا من السجن المركزي من نواكشوط، مؤكدة مقتل 2 من الحرس وإصابة 2 آخرين. وفي بيان أفادت الداخلية الموريتانية بفرار الإرهابيين من السجن بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استشهد على إثرها 2 من أفراد الحرس الوطني الموريتاني، مؤكدا أن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور إجراءات تعقب الفارين. أشرف المتحدث باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد شروقة أن إلى جانب وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد اليدالي في نواكشوط على افتتاح أعمال مؤتمر مستقبل النقل الجوي في موريتانيا. تهدف أعمال المؤتمر إلى جانب المسؤولين الحكوميين وهيئات تنظيم الطيران المدني والمختصين في الصناعة لمناقشة مستقبل النقل الجوي، وشهد المؤتمر توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء في المجال، كما سيشهد ندوات وجلسات نقاش تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بصناعة الطيران.
آخر محطاتنا الإخبارية من الشأن الليبي، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح أن المجلس حتى هذه اللحظة لم يضمن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في الإعلان الدستوري حتى يكتسب الصفة القانونية الشرعية. وقال عقيل في كلمة له أثناء لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بمدينة القبة إن المجتمع الدولي يعرقل العملية السياسية بحجة فرض التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة. قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إن الهجرة لن تتوقف إلى أوروبا عبر المتوسط إلا إذا حدث الاستقرار في ليبيا، مضيفا أن إيقاف تدفقات الهجرة لا يشمل فقط منع مغادرة القوارب ولكن مساعدة الدول التي تعاني من أزمات، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشار الوزير الإيطالي إلى إمكانية إبرام روما اتفاقيات فردية مع الدول لتشجيع إعادة المهاجرين غير الشرعيين. أكد مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية دلتا أيوس رست على رصيف الميناء، وأوضح أن الناقلة سوف تشحن 1,000,000 برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين، مشيرا إلى أن هذه الناقلة هي الأولى في مارس، وأفاد بأن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة وسرير قد بلغ 210,000 برميل. وفي حكايتنا المغربية نتأمل مكانا لا يضاهى لسحره وتفرده أي مكان آخر على أرض المغرب، نذهب إلى ما وصفت بأنها كوكب يوجد فوق كوكب الأرض، مضايق تسليت في العرض التالي. بعد التسليد تنتهي نشرتنا المغربية. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11,747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، هذه تحياتي أنا رعد عبد المجيد وتحيات الكادر المتألق خلف الأضواء، حتى نلقاكم هنا القاهرة عاصمة الخبر.